بعد ما عرفنا التحدي انه لازم نذكر 5 أمور عن بلدنا الناس ممكن ما تعرفها، التقينا بأدي اللي هو من بلوج Live Love Beirut، وكانت جلسة جدا مفيدة. نحن مبادرة اسمها عيش حب لبنان. اليوم أنا مسائب أنه أنا بوجكم عم بمثل عن حالي اللي هو أدي بيتار. نحن بنعتبر حالنا أز مبادرة شباب، ولا مرة بنعرف عن حالنا أز شخص واحد. نجي اليوم نحكي عن المناطق اللي نحن بنسكنها. فوصلنا لمحل قلنا هيتا نشوف شو اللي على القليل نحن بنتحد فيه كشباب بهالبلدان. لقينا أنه الجمال اللي عنا إياه واللي دائما ما بنحكي فيه هو عنصر أساسي لنقدر نفرجي للعالم كله شو هو بلدنا وشو الجمال الموجود فيه. على هالأساس بلشنا وروجنا على مبادرة اسمها عيش حب لبنان، اللي من خلالها ومن خلال 300 شاب بالمناطق كلها عم بيقدروا كل يوم يفرجوا شو هو لبنان الحقيقي. شوي شوي كبرت هالمبادرة وتوصلنا لفوق 200 مليون إمبريشن. صار في عالم بغير بلدان مثل مصر، مثل الأردن، مثل سوريا، اليوم مع كل الأحالي اللي عم بتصير فيها عم بيشتغلوا كشباب بعيدة عن السياسة، بعيدة عن الطائفية، يقدروا يفرجوا شو هو جمال بلدهم. حبيت كتير طريقة الحكي تبعته، حلوة الرسالة انه يورجوا اشياء حلوة موجودة ببلادنا العربية. في ناس كتير بيكونوا عايشين بالدولة وما بيعرفوا انه في اشياء حلوة عندهم بالدولة. صرنا نشوف انه في عالم عم بتصور وكتير عالم عم بيقدروا يكتبوا سيرة ذاتية للبنان من ولا شيء اسمه هاشتاج. قلنا للعالم بعتولنا انتو صوركم وبعتولنا انتو كيف بتشوفوا منطقتكم الحلوة، وخلينا نحن نشوف بين بعض ايها اللي بتجيب لايكس تنرجع نعملها ريبوست. فاستعملنا الوسائل التواصل الاجتماعية تنقدر نحن نفرجي شو نحن من آمن فيه، وتنفرجي أهم شيء أنه في أمل، وهالأمل كل واحد منكم أنتو بجسده. فمن هالأمل وهالشغل اللي عملناه وصلنا لمحل إينا حالنا صار فينا نعمل تأثير على المجتمعات اللي نحن فيها. حطينا 3 أهداف لنا، بيئية، اجتماعية، وثقافية. على أساسها صرنا نشوف شو هن المشاكل اللي نحن كشباب عم نعاني فيها، وكيف نحن بلنا بطريقة كتير فعالة قادرين نحن نوصل أفكار جديدة ونلاقي حلول حلوة لبلدنا. وصلنا صورة إنه إحنا ممكن كسوشال ميديا إنفلونسرز نغير نظرة العالم عن بلدنا ونشوفهم أمور يمكن هم ما شايفيها. إحنا ما نأثر بس إلكترونيا، لكن نأثر على أرض الواقع ونحاول نشوف أحلى صورة عن بلدنا. انتو نجوم بلا حدود، يعني نحن عاوزين شباب مثلكم حتى عن جد يكسروا هالحدود اللي اليوم قاعده بمناطقنا وبين دولنا، ونقدر نحن نفرجي للعالم كله كيف كشباب قادرين نتحد ونفرجي احلى شيء لنا. فواجباتكم تكونوا سفرة لهالمناطق، واجباتكم تكونوا انتو قادرين تشوفوا شو في احلى شيء بمناطقكم، وكيف انتو فيكم تكونوا عنصر للامل وللتاثير الايجابي على هالمجتمعات اللي انتو فيها. انا دلوقتي بحكي عن الكوميديا، فالكوميديا غالبا بتعتمد على عرض الاشياء السلبيه وتحاول انت تتري عليها وتحسنها فيما بعد. فانا مش عايز ان انا ازاي اعرض الحاجات الايجابيه بشكل كوميدي، انا مش عايز اعرض الحاجات السلبيه لبلدي في فيديو قدام الوطن العربي كله. هل في طريقه ان انا اتكلم فيها على الحاجات الايجابيه والحاجات الكويسه لبلدي افضل من الحاجات السلبيه، بس هل هيطلع منها كوميديا؟ انت عندك احلى وسيله، والوسيله اليوم انت بطريقه فكاهيه بطريقه حلوه فيك تجي تعمل شيء وتضحك العالم فيهم وتبرمهم وتخليهم يكتشفوا. بالتاكيد انه دائما اهين على الشيء البشع تتمسخر عليه أو تضحك عليه، بس انا مآمن انه فيك نفس الاسلوب اللي عندك اياه اللي هو شوي اصعب تقدر بطريقه بتضحك تاخذ اصحابك نكت معهم تعمل فيديو، بس تصير تبرم وتفوت اسلوب جديد، بصير العالم بده يطلعوا على الفيديو تشوفوا كيف انت عم تمثل وعم تعمل. انت كشخص عم بيحاول يوصل صوره حلوه عن بيروت او لبنان بشكل عام للعالم، شو الاشياء هدول الزياده يعني يكونوا مالهم طعمه للغريب، وشو الاشياء ممكن يكون لها طعمه للغريب؟ من العناصر الاساسيه اللي بتخلي انه الشخص اللي عم بيقرا قصتك او رسالتك بدك تقنعيه فيها انك انت تكوني اول شغله صريحه وصادقه مع نفسك. فيها تكون صورة الروشة للمرة المليونة، ففيك تخديها بنظرة مختلفة، عينت لك شيء، شعرتي بشيء انت عم تشوفيها، هالشغل اللي انت عم تحس فيها هو اللي نحن بدنا نخلي حدا تاني يحس فيها، ان شاء الله يكون بيعرف لبنان ولا ما بيعرف لبنان. اعطانا شوي وحي لنعرف كيف بدنا نشتغل، عشو نركز بكل بلد، وانا اصلا كنت بتابعه يعني، وكثير انبسطنا تعرفت عليه وعرفت شو الكونسبت تبع البيج تبعه. مثل ما بلشت معكم بإيجابية بدي أختم معكم بإيجابية، بتمنى لكم كل خير وبتمنى لكم أن تقدروا توصلوا للأهداف اللي بدكم إياها. اليوم الشباب فيها تقدر تفعل كتير قصص، وأنتوا سفرة عم تروجوا عم تفرجوا مناطقكم، فعندكم مسؤولية كبيرة تشوفوا هالفيديو اللي بدقيقة شو بتقدروا توصلوا فيها. اللي أهم من هالفيديو هو كل الفيديوهات اللي فيكم تعملوها من بعدها، فعندكم صوت، عندكم تأثير، عندكم أفكار،
استعملوها بطريقة حلوة. فكرة هذا التحدي أعتقد بالبداية الكل كان فرحان لأن كل واحد بينا يريد يمثل بلده، بس بعد التفكير بالنسبة إلي شفت أنه السينما العراقية مع الأسف مو غنية بالأفلام بسبب الأوضاع السياسية اللي مر بيها البلد. بليز جرب طمني. أوكي. شو الوضع؟ هسه بالنسبة للسينما العراقية اللي هي ممكن توصل الصورة الأصح عن بلدها، من الستينات لحد الثمانين كان في أفلام جيدة، خلينا نقول من سنة الثمانين لسنة التسعين الأفلام اللي ظهرت طلعت من مكينة الحرب. من سنة التسعين إلى 2003 العراق كان بحصار والسينما العراقية ما طلعت أي فيلم، ومن سنة 2003 لحد الآن صدرت أفلام تقريباً 15 فيلم، أكثر من 3/4 حكت عن حرب. فهاي المشكلة الموجودة إنه السينما العراقية أفلامها قليلة وتعرضت الأزمة لمدة 30 سنة ويمكن أكثر من 30 سنة. في واقع خاصة بالسينما العراقية فهملته كتير منيح، بس إذا ما أنك قادر تلاقي فلومة منلاقي شيء تاني خاصه بالسينما، عرفت شو قصدي؟ في مخرجين، في ممثلين، في يمكن سيتينجز، يمكن في ديكور معين ولا مناطق معينه بيصوروا فيها، يمكن مثلا مهم نحكي عنهم، ما بعرف. انا وسيلين دائما نتفق على الاراء، دائما هي فكرتي توافق عليها من البدايه، لكن اليوم كانت عندي مشكله اكثر مما هي فكره، فتوصلنا الى حل بسرعه. ما تحصر حالك بالفيلم الفيلم، سو بدي اياك اليوم تعمل ريسيرش على هذا الموضوع ونجرب نلاقي شيء نقدر نحكي عنه بوضوح يوصل الفكره ويكون ضمن التحدي تبع هذا الاسبوع ويكون ضمن انت اكيد شو بتعمل. صراحه كنت متكئب بالبدايه لان ما اريد اطلع السينما بشكل سلبي وما اريد احكي بامور محبطه، بس مرة ما قعدت ويا سيلين فرحتني إنه قدرت أطلع أفكار ممكن يطلع منها فيديو حلو ويعبر بطريقة إيجابية عن بلدي. أنا لازم هسه أروح أسوي ريسيرش وأشوف الأفلام العراقية اللي تحدثت عن العراق بطريقة إيجابية وأتمنى أوصل لشيء مفيد. فكرتي إنه أنا أتحدث عن أمور مو الكل يعرفها، ممكن شغلات صارت بالسينما، إنجازات عراقية بس العرب ما يعرفوها، وراح أتوجه بكلامي إلى العالم العربي على مود يعرفون معلومات جيدة عن السينما العراقية. راح أحاول أسوي أنيميشنز، أمور تخلي المشاهد ميمل خلال دقيقة ويستفاد نفس الوقت. هذا الأسبوع قديه هو حلو قديه هو بالنسبة لي صعب لأنه أنا بدي أحكي عن بلدي يعني. فعندي فكرتين. أوكي. أول فكرة إنه أنا أكتب غنية أحكي فيها عن شو بميز اللبناني، كيف فيك تعرف إنك لبناني. الفكرة الثانية إنه أنا غني مدلي من أغاني لبنانية قدما. اثنيتهم حلوين الأفكار، اثنيتهم عجبوني. أول شيء انتبهي على إنه بدك أنت تبيني بالفيديو إن كان هذا ولا هيدا، كتير مهمة هيدي الشغلة. تاني شغلة إنه وقت نحضر الفيديو إن كان أول واحد أو ثاني واحد اوكي نقدر نفهم انه انت عم بتصوري لنا لبنان. فاذا استعملتي اول فكره انتبهي بس ما توقعي بالكوميديا، خليها تكون مهضومه مش كوميديا بس حلوه. اكيد مش مهضومه بس انه يلك اللبنانيه كيف هن. كثير حبت الافكار اللي طرحتهم عليا، اثنيناتهم عطيت عليهم كونفرميشن، بيبقى هلا الاختيار لي اي وحده انا نقي. بعد ما اخذت الكونفيرميشن من سليم على الموضوع تبعي قررت اليوم اجي اصور بجميزه وبشارع مار مخيل لانه بحسهم اثنيناتهم فيهم هيك اشياء فينتج. عبالي فرجي لبنان القديم، عبالي فرجي الطربوش، الشارع اللبناني، الزواريب القديمه، هذا الشيء عبالي انا فرجيه بالفيديو اللي حاعمله. الشخص اللي عم يساعدني هو شخص كثير عزيز على قلبي،
حدا من الأشخاص المفضلين أنا بالنسبة لي اللي هو راشد، ساعدني كتير حتى يعني في أشياء كان بدي أرجع عيد لتصويرها عادة مرة تانية وثالثة ورابعة، فأنا بدي أقول له شكراً كتير لإلك، وعن جد أنت إنسان بتعقد، وهلأ كمان اليوم عشية إذا هو بده يصور أكيد أنا حساعده. طبعاً من بعد فيديو هلأ بالخميس وصار في نجاح كبير الفيديو هذا، فحبيت أساعدها في الفيديوهات، تحتاجني في أي فيديو أنا ما راح أقول لها. أنا ما بعرف شو ممكن يكون مصير النتيجة، بس واثقة من الشغل يلي أنا عم بعمله، لأنه عم بعمله من كل قلبي. اختار الخمس قصص اللي بدي احكي عنهم، حبيت ركز طبعا على المجال تبعي اللي هو اللايف ستايل اند بيوتي، فاخترت احكي على مواد تجميليه معترفه عليها ومتداوله من التاريخ من القدم بالتراث السوري. طريقة سردها والطريقة اللي بدي اطرحها على المشاهدين وعلى اللجنه هي كانت شوي اللي عم تعمل لي لبكه بالموضوع. قعدت مع سليم وطرحت عليها فكرتي. شو الأسبوع الماضي؟ يعني أنا تفاجأت حتى. فهيدا الأسبوع بدنا نغير كل شيء ونرجع لماريلين اللي منعرفها والفيديوز اللي منعرفهم. أوكي؟ فطمنيني بليز، عندك شي فكرة؟ بدي أحكي عن الطقوس الجمالية الموجودة بسوريا. كتير حلو. لأنه سوريا من العصور لليوم معروفة إنه كتير عندهم بيوتي ريتشوالز وفي اشياء موجوده بس بسوريا، فحابه اطرح هذا الموضوع على العالم وعرفهم عن الاشياء الموجوده. فكره كفكره كتير حبيتها كتير، بس اهم شيء الطريقه اللي بتسردي فيها الفكره تكون تشبهك مارلين. صح، بليز كتير مهم هذا الشيء، لانه انت حببت العالم والجمهور ولجنه الحكم بحالك بطريقتك لعرض المعلومات، فبدنا انه يكون هذا التحدي وهذا الفيديو تبع المضمون تبع هذا الاسبوع على قد انت شعوتنا واحسن. كثير حبيت سليم فكرتي، حبيت اطرح افكار العالم ما كثير بتعرفها، هي بتعرف عن التراث السوري ونفس الوقت كمان بتساعد انه اليوم الواحد يتعلم فيه ويستخدمه بحياته اليوميه. بعد ما قعدت مع سليم وحطينا اساسيات القصه وصار كل شيء جاهز، جينا انا ونور الدين لنطبق المشروع على ارض الواقع. فكر بشي حلو، حب عيش العالم اللي بيعمرن ما زاروا سوريا وما قدروا يروحوا له، انه عيشن هذا الشيء عن طريق الفيديو تبعي هذا الاسبوع. هلا حترجع روحي والبصمه تبعي 100% بهذا الفيديو، وهذا لوحده بكفي لحتى يرجعني لمكانتي الاصليه. مرحبا، كيفكن؟ اسمي إيميل سليلاتي، بشتغل مخرج إعلانات وبرامج تلفزيونية وبعلم بالجامعة الإخراج. اللي بدنا نعمله مع بعض هو بدي جرب قد ما فيي خليكن تستفيدوا من شو بعرف لحتى نحسن الفلوجز تبعكن والفيديوز يكونوا كتير حلوين، ونجرب قد ما فينا نبهر الجوري. منشوف الفيديوز تبعكن اللي قبل يلي عبالكن تفرجوني اياهم، تقولوا لي مثلا انتوا قدنا لهون، شو فينا كيف فينا نحسن كيفها، شو بدكن نعمل بالقلب ولا كيف؟ يعني منبلش ايه؟ منفرج صح على حاجة ومنقرب على حاجة عملتوها قبل. اوكي، بدكن نعمل هيك وساعتها منقول مثلا لكم هون كان لازم تعمل هيك، هون كان لازم تضوي، هون كان نعمل هيك، تستفيدوا منيح وبنرجع نشتغل على القصص تبع الجمعه. اوكي يلا. بقف تكونوا مذيعين 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 لشو؟ انتوا فلوجرز نط مذيعين. بيحكي بحياته الطبيعيه، بيحكي مثل سبيس تون.
ايه طيب هيدي فكرة حلوة، ما تبين انت، بين روبو يحكي عنك. انت بالاخر في عندك قصص افكار كتير حلوة، يعني انت بالاخر فيزياء وهيك، فبنخلي بدل ما الشخصية تفوت فوت شخصية، فوت قصص معينة هي تفوت. مش دايما نحن لازم نكون مبينين، مش دايما. لا شو له طعمة هالفريم؟ شوف واحد قاعد بر 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 عم يحكي. ليش؟ جربوا كونوا كرياتيف من هالناحية. الشخصيات اللي عم تفوتون مش انتو دايما، اوكي؟ مش نحنا دايما عم نطلع. الكاميرا هي بتكون صديقتي اذا انا مش حاسس بوجودها. بس اذا الكاميرا دايما حاسس بوجودها وانا مذيع وعم اقدم، خلاص بطل لذيذ، اوكي؟ لا، واذا حاسس حالي انا فوت شخصيات، عندك افكار بتاخد العقل بالفيزياء، روح فيها. جانا إيميل اللي هو أستاذ إخراج في الجامعة وعلمنا أشياء كتير جداً عن فيديوهاتنا، وصراحة كان من أحسن الصفوف اللي أعطونا هي. جداً جداً استفدت من نصايحه، وأتمنى إنه يكون موجود هنا كل يوم عشان نتعلم منه. بدي أقول لك إيه، أوكي، عم تعملي لنا خطاب، عملي خطاب مزبوط، سلي، حطي هيدا تبع الخطاب. كيف هن عملوا؟ لك تسلوا كثير سيريس. لشو هالسيريس كله؟ تسلوا العالم عبالها تنبسط. وبعدين لبستيلي مكياج كامل وشعر وجاكيت جلد ومدري شو وهيدي، والميكروم بين مذيعة على الاخر، وعم تحكي عن الفقرة، وهي تيابها وشعرها وهيك شي 5 مليون دولار يا معلم، وعم تحكي عن الفقرة وعن المشردين. ويا حرام شو زعلتيني، شو تأثرت معك تنس من هون لهون. فيك مثلا بمحل نعمله دراماتيكي ضروري يكون كله ابيض، اهدي بنص مسرح هيك بس في ضو واحد نازل عليكي، عرفتي؟ فينا نتسلى كثير بهالناحيه، مش ضروري هيك اهدي وراكي لوحتين وكلك عرفتي مكياج وشعر وتياب. لا مش مذيعات، يا خيي فهمنا، شو انت مش انيقه اذا قاعد بنص المسرح لحالك مع ضو هيك نازل عليكي؟ بدك تكوني ممسرحه، كوني ممسرحه بس على الاخر، عرفتي شو قصدي؟ صف إيميل سليلاتي صراحة من أحلى الصفوف اللي أنا حبيتها كتير، كتير استفدت منه بتعليقاته، قديش كانت تعليقاته جارحة للبعض والصارمة، بس نفس الوقت كان يضحكنا، يعني يجرحنا ونضحك. بالأول لما شفتيك واقفة، أوكي، الصورة كتير صفرة، اوكي، والضوء جاي كتير بوجه الكاميرا فلات، انت شعر، ففينا نكون الشعريه تبعك تفوت بالصوره، في يشوف مثلا ظهرك عم تتفرج لهونيك على المدينه، مثلا اكستريم كلوز اب على عينك، هاي العين نت وهيديك فلو اللي ورا، اوكي، ايدك، عرفتي هالطريقه. وبعدين بكتشف الشخصيه، مش بلوق دغري ضغ. بدي اطلب منك شغله، الخط العربي الكاليغرافي العربية بتاخد العقل، خلينا ننقي فونتات حلوة، خلينا ننقي أو أنت كتبي أو شي حدا خطه حلو، ريشي، عرفتي، حبر، خلينا نحس بهالتكستشر الحلوة نصورها هن وعم يكتبوا بالشعر. مش ضروري الشعر إذا بدك البيوت الشعر تطلع طق طق مثل ما هي، لا، خلينا نشوفها عم تنكتب نت هون فلو ورا بشكل حلو، عرفتي؟ خلينا نفوت الكاليغرافي العربية اللي هي من أحلى الأشياء، خلينا نستفيد منها. عن جد ضحكنا من قلبنا كلياتنا، استفدنا كتير، رح أخذ بنصيحته واختار خط حلو بيتناسب مع الصورة اللي بدي أقدمها. كتير حلو، وحبيت إنه ما بتبيني، الحمد لله، وحبيت شو حطيت، والوجوه مش موجودين، بالآخر اكتملت الشخصية تبع المرأة، كتير حلو. بس يمكن شغلة واحدة، الطريقة الرسومات اللي كان فيها كانوا redundant. شو يعني redundant؟ متكررة، كيف عم بيفوتوا، فكان فينا بعض المحلات كنا نفوت أكتر، مش دايما نشوف كل الرسمة، كان فينا نفوت أكتر أو تفوت شوي بمحلات، عرفتي، كأنها عم تنرسم دغرب، أكيد بدون ما نشوف الإيد والقلم كله. بس كتير حلو فيه، وكتير إحساس، فت معك على الآخر، فتت بجوك بالروح اللي عم تجربي تخلقيها. الصورة مش دايما كان لازم تكون هون، كان فينا نرجع نحطها هون، نحطها بمحل تاني. بس حلو، حتى الكتابة كتير حلوة، هيدي الكاليغرافي اللي كنت عم بحكي لك عنها هلا، هي هون مناسبة لإلها، بس الكاليغرافي تبع الشعر بعد أحلى، يعني حلو كتير.
في كتير شيء لذيذ وكله احساس. برافو، حبيت كتير. إيميل إنسان رائع جداً، عطانا بوش لقدام إنه نحنا we can do much better than this، وعطانا شوية تبسات كتير هيك أخذناهم بعين الاعتبار، حتى كان عم يعطي تبس لغيرنا نحنا عم نستفيد منه. من أروع الصفوف يلي حضرتها عن جد اليوم. حسيت إنه هن عندهم إشياء يعطوها، بس يمكن في عندهم عائق تقني، أيام مثلاً ما بيعرفوا كيف يطوروا فكرتهم أو كيف يخلوها تصير خلاقية أكتر. وشغلة تانية، ضروري يفهموا شو بدهم من هالفيديو، شو هدف من هالفيديو، ويفوتوا عليه مظبوط، يعني منه يجربوا يقدروا إخراجياً من خلال الكاميرا ومن خلال الإضاءة ومن خلال المونتاج وكله يوصلوا لنا بشكل خلاقي مهضوم، ويخلونا نتسلى بشكل سلس وحلو.